أننا اليوم مسرورون بهذه الدفعة من بناتنا، وهن يرددن القسم في بقعة طاهرة، ويتعاهدن فيما بينهن على أن يكونن في مستوى المسؤولية. أقسم بالله العلي العظيم أن أراقب الله في مهنتي. دعاء لكل الأسر الكريمة، وبالأخص أسر بناتنا الموجودات من الآباء والأمهات، هذه الأسر الكريمة التي سهرت وشجعت بناتنا على الدراسة وعلى التواصل وعدم اليأس رغم كل الظروف التي يمر بها البلد، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. داعين الله تبارك وتعالى لهم بكل ما يسر.